ولنقاش ملف انفلات السلاح في العراق وعجز الحكومة عن الإيفاء بتعهداتها بحصر السلاح بيد الدولة، ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد مستشار مركز الأمة للدراسات والتطوير للشؤون العسكرية والأمنية العميد الركن خليل الطائي. أهلا بكم سيادة العميد. حياكم الله، ضياكم أختي الكريمة. وفقا لمصادر محلية فإن أكثر من 30 مليون قطعة من السلاح موجودة في العراق خارج سلطة الدولة، كيف يمكن لدولة ذات السيادة أن تسمح بحيازة هذا الكم من السلاح والحفاظ في نفس الوقت على أمنها واستقرارها؟ أختي الكريمة، أولا في العراق لا يوجد هنالك دولة، ثانيا لا يوجد هنالك سلاح منفلت كما يكرره الكاظمي في جميع خطاباته. فالسلاح المنفلت هو كل سلاح خارج سيطرة الدولة يستخدم لمصالح وأهداف فئوية. وبما أن السلاح المنتشر حاليا في العراق الذي يسمى كذبا منفلت هو يتواجد في جغرافيا ذات سيادة ميليشياوية، إذن هو سلاح ميليشياوي. وبما أن هذه الميليشيات تتحرك وفق غطاء حكومي، إذن هو سلاح السلطة. فعليه لا يوجد سلاح منفلت بل سلطة منفلتة يمثل السلاح لها تركيزة أساسية لديمومة بقائها، وتوجه هذا السلاح لتحقيق غايات وأهداف وفق توقيتات وظروف معينة. وحتى الاشتباكات العشائرية التي تحدث وكانت تحدث سابقا والآن هي عبارة عن أهداف تم التخطيط لها لإرسال رسائل معينة داخلية قد لا يعرف منفذيها محتوياها المحتوى مال. ولذلك الكاظمي عندما يتكلم عن السلاح المنفلت وحصر السلاح بيد الدولة هو يعرف جيدا بأن دولته بنيت على أسس ميليشياوية، ومن هنا فمن السهولة حصر الدولة بيد سلاح الميليشيات وليس العكس. صرحت معظم الأحزاب السياسية بأنها تريد سحب السلاح من يد الميليشيات وحصره كما تقول بيد الدولة، ما مدى جدية العملية السياسية في العراق في تنفيذ قرار حصر السلاح بيد الدولة وليس الاكتفاء فقط بالتصريح حول ذلك؟ أختي الكريمة، أولا جميع هذه الأحزاب تضم في ثناياها ميليشيات صفراء، وهنا أتكلم عن الأحزاب المتسيدة في السلطة وهي معروفة. ولذلك من يعني الكاظمي كرئيس وزراء ما الذي جاء به؟ جاءت به هذه الاحزاب التي تحتوي في داخلها على ميليشيات. اذا هذه الاحزاب ليس من مصلحتها ان تحصر السلاح، وكما اسلفنا انه سلاح الميليشيات، وعليه لن تكون جاده في جميع خطاباتها. وهنالك سياسه منذ 2003 ولهذا اليوم وضعت إدارة السلطة في العراق ولجميع الحكومات ومن ضمنها حكومة المالك الكاظمي، وهي سياسة التمويه والتدليس. فيوم نراهم متفقين يوم اتفاق ويوم انشقاق، والجميع يسير في فلك النفاق، وهذا هو ديدنهم طبعا، ديدن شذاذ الآفاق. إذا جميع التصريحات تظهر من هنا من هذه التكتل وهذا العزف هي عارية عن الصحة، وهي عبارة عن هواء في شبك لا يسمن ولا يغني من جوع. وهم يمارسون جميعا بما فيهم الكاظمي سياسة الغموض الإيجابي، أي لا نفي ولا إثبات. كشف مسؤول أمن رفيع بأن السلاح المستخدم في المناسبات يعود لرجال الأمن وعناصر الميليشيات والقبائل المحمية من الزعامات السياسية وقادة الميليشيات، ما مدى صحة ذلك وكيف يمكن إذن الاعتماد على الأجهزة الأمنية في حصر السلاح بيد الدولة؟ في جميع الدول ذات السيادة الداخلية، وهنا أقصد السيادة الداخلية التي تستطيع الدولة أن تحكم السلاح، في جميع الدول يكون هنالك منظومة أمنية أو عسكرية تسير وفق إجراءات وسياقات عمل ثابتة. في العراق لا توجد هنالك سياقات، هنالك رغبات ميليشياوية تفرض إرادتها على النظام الموجود، النظام السياسي في العراق. لذلك نرى هذه الجهة أو هذه القبيلة تمتلك أسلحة وعن طريق النزاعات يتم استخدامها، وكذلك تهديد القضاء الذي تم اجتثاثه وتهديد الأجهزة الأمنية. واليوم نرى أن هذه الأجهزة الأمنية عاجزة عن فرض القانون في أي محافظة، نرى هنالك ميليشيات تدخل وتخرج وتفرض إرادتها على هذه الأجهزة الأمنية. وشاهدنا قبل عدة أيام كيف جاءت ميليشيات بما يسمى رجل يسمى شيخ
إلى محافظة الأنبار وقام بالتهجم على أهالي الأنبار أمام القوات الأمنية. إذن القوات الأمنية عاجزة عن فرض قانونها على هذه الميليشيات المتسيدة والمتحكمة بالملف الأمني والعسكري في العراق. كيف ساهم تقسيم حكومات ما بعد الاحتلال للمؤسسات الأمنية الوطنية في وصول العراق إلى هذه المرحلة من الفوضى واللاأمن؟ هنالك سياسة خارجية تتحكم بها أمريكا وإيران، إيران هي من يعمل على الأرض، وهذه السياسة تعتمد على تعبية ديمومة الفوضى سواء الأمنية أو السياسية في العراق. هذه ديمومة الفوضى تعتمد على ابتكار أجهزة هنا وهناك أمنية، لذلك نرى الأمن القومي والميليشيا الحشد الشعبي والقيادة عمليات المشتركة، جميع هذه القيادات عندما تتعدد تفقد القيادة والسيطرة. ولذلك نرى في العراق انعدام الأمن، لا يوجد أمن في العراق، ولا يوجد هنالك كما يسميه بعض الإعلاميين اختراق أمني، هنالك فقدان للأمن وهناك استهداف واضح للأمن المجتمعي والأمن الفردي الموجود في العراق. اليوم لا يوجد هنالك أمن ولا توجد هنالك سيادة داخلية، الجميع يتصرف وفق إرادات فئوية وطائفية وحزبية وأوامر خارجية، لذلك هذه خلقت نوع من التراكمات الاستراتيجية، هذه التراكمات التي تحافظ على ديمومة الفوضى واستمرار استهداف الأمن المجتمعي في العراق. اليوم أصبحت ثقافة الجريمة في العراق ثقافة عامة، اليوم المجرم يرتكب جريمته ويوثقها ويتباهى بها، إذن هنالك سلطة عليا تحمي هذا المجرم وتحمي هذه الأرض، وهو ما يسمى بإرهاب السلطة، وهو أقصى وأنوع أشد أنواع الإرهابات. شكرا جزيلا لكم مستشار مركز الأمة لدراسة وتطوير الشؤون العسكرية والأمنية العميد الركن خليل طائي، كنت معنا عبر الهاتف من بغداد.